وعليك توكلنا، فهيئ لنا يا ربنا من أمرنا رشدا، إنك على كل شيء قدير. تتواصل تحدياتنا وانطلاقاتنا من عاصمة الميادين، من ميدان الوثبه الذي دائما يحتضن هذه المناسبات وهذه السباقات المستمره على ارضيه هذا الميدان، بتحديات الصغار والكبار، بتحديات شعارات ابناء القبائل وشعارات اصحاب السمو والشيوخ. يسير شوطنا الرابع والذي خصص للزمول المهجنات الاصايل. انطلقت الزمول وانطلقت في هذا التحدي الكبير، لننطلق هناك برفقة هذه الانطلاقات. نتابع المركز الأول شاهين يتقدم بشعار هجن الرئاسة، ويتقدم المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، أحد المجازفين وأحد المبدعين في عالم التضمير. المركز الثاني الشامخ يأتي بشموخه وانطلاقاته، كما شمخ هذا الشعار في عالي سماء هذه الرياضة العربية الأصيلة. يتقدم الشامخ بن هجن الرئاسة وعلي بن ميل الوهيبي، ولكن بدأ التجاوز والانطلاق. بدأ شاهين من هجن الرئاسة مع أحد العمالقة النجوم، يتقدم الفيلسوف أحمد بن مايد الخيلي، يتقدم على المركز الأول مباشرة ليختطف المركز الأول. المركز الرابع ظبيان، ظبيان يتقدم في هذا الانطلاق لسمو الشيخ محمد بالمر بن مكتوم آل مكتوم، ويقدم في عملية التضمير سعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي. المركز الخامس ياتينا ويتقدم ايضا شاهين من حقن الرئاسة مع المضمر المستحيل راشد بن محمد بسم المنصوري. سادس المراكز، سادسا ياتي سلهوت من حقن الرئاسة علي بن ميل الوهيبي، والمركز السابع شاهين من حقن الرئاسة مع محمد بن عتيجة بن زيتون. اما المركز الثامن فهو سوقان لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي وسهيل بن سالم العامري في التضمير والاداء. المركز التاسع الزعيم، يتزعم الزعيم في هذه اللحظات ويتقدم بشعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل هيان، ويقدم في عملية التضمير احد المضمرين الزعماء ياتي محفوظ بن خميس الينيبي. والمركز العاشر ياتينا هناك ايضا الزعيم، ويتقدم هناك باداء وتحديات هذا الشعار شعار هجن الرئاسة والتضمير مع علي بن ميل الوهيبي. اذا مشاهدينا الاعزاء مستمعينا الافاضل، شهدنا انطلاقة هذه الاسماء في اول نداء لنا هناك مع هذا المسار الجميل. النداء الاول للمراكز العشرة الاولى المتقدمة والمسيطرة في مسارها وتحدياتها، بنوك المستقبل تتقدم في هذا الانطلاق الجميل، وامامها مستقبل باهر ان شاء الله في اشواط التحدي واشواط الرموز. اذا المركز الاول والصدارة هناك مع شاهين الذي غير مسار هذا الشوط وانطلق بالمركز الاول من هجن الرئاسة مع المضمر. ياتي في عملية التضمير احمد بن مايد بن مطر الخيلي، هنا يتقدم الفيلسوف رجل الامتار الاخيرة المتقدم في هذا المسار الجميل، ولكن بدأ على المركز الثاني ايضا شاهين من هجن الرئاسة، ويتقدم في التضمير محمد بن عتيجة بن زيتون المهيري ياتي مع المركز الثاني. الشامخ ياتي هناك مع ثالث المراكز، الشامخ ياتينا ويتقدم ايضا من هجن الرئاسة مع علي بن ميل الوهيبي بهذا الشعار الجميل شعار هجن الرئاسة الاتي على المرتبة الثالثة. بينما المركز الرابع نتقدم لنتابع رابع المراكز، فارى ظبيان لسمو الشيخ محمد بن مر بن مكتوم آل مكتوم وسعيد بن عبيد السبوسي، ياتي بعملية التضمير والتدريب، ولكن الواصل على المركز الخامس
خامس المراكز شاهين من هجن الرئاسة والمستحيل ياتي ابو ذياب يتقدم هناك مع المركز الخامس من هجن الرئاسة. ايضا راشد بن محمد بالسم المنصوري يتقدم على المرتبة الخامسة، بينما المركز السادس ياتينا ايضا هناك شاهين من هجن الرئاسة مع المضمر محمد بن عتيج بن زيتون المحيري يتقدم على سادس المراكز، بينما المركز السابع سابع المراكز سلهود ياتي من هجن الرئاسة، وياتي ايضا علي بن يميل الوهيبي ابو اليمائل يتقدم على المركز السابع، بينما المركز الثامن سوقان لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي وسهيل بن سالم العامري ياتي في التضمير، والمركز التاسع تاسع المراكز مع الزعيم والزعامة لمن في هذا الشوط، الزعيم من هجن الرئاسة مع التضمير ايضا علي بن يميل الوهيبي، والمركز العاشر ياتينا ايضا زعيم اخر من زعماء هذه الرياضة يتقدم الزعيم لسمو الشيخ محمد او ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان بقيادة محفوظ بن خميس الينيبي. اذا هذا النداء الثاني للمراكز العشرة الاولى المتقدمة المتحركة يا متابعينا ويا مسايرين، العودة الى المركز الاول، العودة الى الصدارة، العودة إلى مقدمة هذا الشوط. إذا بدأ الصراع والنزاع، بدأ شاهين يختطف المركز الأول، شاهين من هجن الرئاسة مع المضمر محمد بن عتيج بن زيتون المحيري هو المتقدم حتى هذه اللحظات. أبو سعيد يأتي بالمركز الأول، وأبو سعيد الآخر يأتي بالمركز الثاني، أيضا يتقدم على المركز الثاني الشامخ من هجن الرئاسة. وفي التضمير والتدريب ياتي علي بن يميل الوهيبي، بينما يتقدم ابو مبارك بشعار هجن الرئاسة ويقدم لنا شاهين هناك من هجن الرئاسة مع احمد بن مايد الخيلي على المرتبة الثالثة، بينما المركز الرابع ياتي ويتقدم في هذه اللحظات الجميلة ظبيان لسمو الشيخ محمد بالمربى المكتوم، وياتي سعيد بن عبيد السبوسي ويتقدم ايضا هناك على المركز الخامس، يتقدم كذلك المتقدم شاهين من هجن الرئاسة. وفي عملية التضمير راشد بن محمد بالسم المنصوري، وصلنا الى هذا الجسر الجميل، الى هذا الجسر الرائع والممتاز المتبقي 3 كيلومترات ما تبقى من نهاية هذا الشوط، وهو شوطنا الرابع بالمجموع، ولكنه الشوط الاول للزمول المهجنات. الله الله الله، المركز السادس يتقدم شاهين ويتحرك شاهين من هجن الرئاسة لياتي المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. المركز السابع يتقدم فيه ويتحرك، هناك الوصول من انطلاقة سلهود ياتي على المركز السابع من هجن الرئاسة مع علي بن يميل الوهيبي، وثامنا الزعيم ياتي ايضا من الرئاسة وجنا وبتضمير الظافر، بينما المركز التاسع الزعيم يتقدم بشعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، ويتقدم في عملية التضمير والتدريب هنا محفوظ بن خميس الينيبي. المركز العاشر هنا مع انطلاقتي هناك سوقان لسمو الشيخ محمد وخالد بن حميد القاسمي سيد بن سالم العامري، ولكن العودة الى الصدارة، العودة الى المقدمة، العودة الى المركز الاول يا مسايرين يا متابعين. نتابع هذا الانطلاق.
الجميل مع مسارنا الرائع في انطلاقه، ولكن المقدمة والصدارة المركز الأول غير ظبيان، انطلق بشعار سمو الشيخ محمد بن المربى مكتوم المكتوم بقيادة سعيد بن عبيد السبوسي، والوصول يأتي مع انطلاقة المركز الثاني من شاهين لهجن الرياسة مع المضمر أحمد بن مايد الخيالي، بينما المركز الثالث شاهين من هجن الرياسة مع المضمر راشد بن محمد السم المنصوري، المركز الرابع يأتي شاهين من هجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون، بينما المركز الخامس يأتي ويتقدم أيضا الشامخ من هجن الرياسة علي بن يميل الوهبي. ما شاء الله ما شاء الله، بدأ التحدي وبدأ الانطلاق الكبير في انطلاقة الأصالة والتراد. الله ظبيان 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 على المركز الأول، على الصدارة، على مقدمة هذا الشوط، يتقدم بشعار سمو الشيخ محمد بالمربى مكتوم المكتوم وسعيد بن عبيد السوبوسي، ولكن تحرك تحرك شاهين من هجن الرياسة مع المضمر راشد بن محمد بسم المنصوري، يتجاوز الجميع، ينطلق بالمركز الأول، ينطلق بالصدارة الأولى، المركز الثالث شاهين من هجن الرياسة مع محمد العتيق بن زيتون، رابعا مع الرياسة وهجنها ومع الفيلسوف، ولكن العودة 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 إلى الانطلاق، العودة إلى الإبداع، العودة إلى الانفلاق مع المركز الاول. اذا شاهين من هجن الرياسة راشد بن محمد بسم المنصوري، ولكن بدأت الملاحقة، بدأ التحدي من انطلاقة شاهين من هجن الرياسة مع هناك محمد بن عتيق بن زيتون المهري. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن، بدأ هذا الانطلاق الكبير وبدأ التحدي المثير مع اللحظات الأخيرة. إذا شاهين على الصدارة، شاهين على المقدمة، شاهين على المركز الأول من هجن الرياسة مع المستحيل راشد بن محمد السم المنصوري، ولكن المحاولات الجادة من انطلاقة شاهين بالمركز الثاني، هناك مع هجن الرياسة ومحمد بن عتيق بن زيتون، اللحظات المثيرة، ولكن شاهين شاهين على الصدارة، شاهين على المقدمة، على المركز الأول. تهانينا تهانينا والناموس إلى هجن الرياسة، والثانية إلى بالنشوي راشد بن محمد السم المنصوري على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني شاهين من هجن الرياسة مع محمد العتيق بن زيتون، بينما المركز الثالث وصل في اللحظات الأخيرة، هناك شاهين من هجن الرياسة مع أحمد بن مايد الخيري رابع المراكز، وصل شاهين من هجن الرياسة مع محمد العتيق بن زيتون، بينما المركز الخامس ايضا المركز الثالث وصل هناك شاهين من هجن الرياسة مع محمد بن عتيق بن زيتون، رابعا هناك وصول وانطلاق شاهين من هجن الرياسة مع احمد بن مايد الخيلي، والمركز الرابع ظبيان او المركز الخامس ظبيان ياتي بشعار سمو الشيخ محمد المربى مكتوم المكتوم وسعيد بن عبيد السبوسي من قدم في عمليات التضمير والتدريب. اذا مشاهدينا الاعزاء ومستمعينا الافاضل، شاهدنا هذا الانطلاق الكبير والتحدي المثير، وكان انطلاقة شاهين من هجن الرياسة بقيادة راشد بن محمد بسم المنصوري من قدم لنا في هذا الأداء الجميل. والتوقيت الزمني 13 دقيقة و24 ثانية وجزءا واحدا من الثانية هو توقيت شاهين من هجن الرياسة راشد بن محمد بسم المنصوري، بينما وصل على المركز الثاني هو شاهين من هجن الرياسة مع محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، 13 دقيقة 24 ثانية وستة أجزاء من الثانية كان توقيت المركز الثاني، بينما وصل على المركز الثالث. هنا نشاهد معنا وصول المركز الثالث ولحظة الوصول والانتصار الجميل من شاهين من هجن الرياسة مع محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، 13 دقيقة 30 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا